صاحب هاتريكين هذا الموسم، هاتريكين في مرمى فريق نادي الهلال، وهنا محاولة عرضية والخطر لا يزال، كرة تهيأ لمن يا ترى، التصويبات يا ويلا، جول الله، فهالجول زال همك وارتحل، قام حظك واكتمل يا اوتشي، اكتمل حظك يا اوتشي. كرة لعبها بسن القدم بالقدم اليسرى، فاجأت حارس المرمى الصيعري، واتى اول اهداف هذه المباراة من قذيفة من خارج ال 18. برافو اوتشي، يسجل اول الاهداف اليوم، اول اهداف هذه المباراة عن طريق اوتشي، هدف جميل في غفلة من دفاعات فريق نادي نجران. شوف التهيئة كانت من بوغاش، بوغاش عاد الكرة للخلف، هنا التهيئة الأولى، ضم الكرة بشكل سليم، يا للروعة، بسن القدم وضعها وضع لعبها، يا سلام، شوف 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 الروعة، روعة، الهدف روعة. إذن أوتشي يوسف